تلاميذ الثانويه الاعداديه مونت السادس القائمه بمدينه امزون التابعه لنيابه الحسيمه نعلن استنكارتنا التامه على الممارسه اللا اخلاقيه لفظ الكلام البذيء والفاحش داخل اسوار المؤسسه يعني من طرف الصادر من طرف مسؤول التربوي محمد الناجي الاستاذه ديال اللغه الفرنسيه جيم بن سمشه اللي قامت انا في تلميذ من هؤلاء التلاميذ بطردي يعني وضربي ولولا التدخل يعني الحارس العام للخارجيه ثلاث من الحراس العام لاستاء الوضع اكثر. ونحن الان جئنا الى النيابه ونطالب من جميع الجهات المسؤوله بالتدخل العاجل لانصافنا كتلاميذ. يعني محرومين قام المدير بسبنا وشتمنا ودائما يقوم بالسب والشتم التلاميذ ويسكن التلميذات بالعائرات داخل المؤسسه. يعني هذا ما يتنافى مع القانون داخل المؤسسه التعليميه. اطاحت شكيله المدير في اخاك ديز 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 اخاك القانون ديما تكون المدير المدير شنو القانون الدين ديما تكون مش من ديما تكون طاحت شكيله انا عندي قانون في المظاهره ماشي ضل حاموشي الناس ندي جوا ورا خطا من انا هو المدير الناس دقائنا راحت مركنت الناس وضعت غير ما تمشي لها تكون في المظاهره الناس عاد مركنت جوا ورا ورا اليوم راح تمشي ورا غير لائق حتى هو شكون شوف دقيقه المدير واش كاين شنو السلام عليكم ياك هي شي ورقه الدخول خاصو شي ورقه الدخول لقاش صح صح راه نزل حقوق ناخذ الدراسه اللي عدد ديال مهند السادس تو كان انا بزاف تكفاش بني سعاده ديال مهند السادس في مدينه امزورن تو كان انا بزاف هني جن استاذ قنا زين نمشي مشات وكايا نصيج الانفال قبيحه لان دي حاموشين تكسس نطيهم بوشين تاع واحد انت من برا ولا داك من بوش تو كا دي حاموشين بزاف مشينا عندو في غاسان قسم اول حصه بقيت تسقيه وداز قوالو المدير ما راه حدا تقول شي تقوط رخقيناك هاك رجعت غير هاك عاد تو هادو دني النيابه ني والو قد نمشي ذا السبع هاك راك ندراسينو وخليو سيد مهند السادس ماذا يا خي يقرا حسن عمر سودي سي راكم شي المسؤول استاذ قال النيابه لا والو عمر صح عمر صح عندي سيد المواطنات نوجه الرساله يعني وسيد الاولياء الامور النيابه ان اننا كاين نوت تسجلنا ونقول تسجل الجنازه النيابه اللي قبل يرونا ودا باش هذا نهار نغارو كرهنا المدير تمارس السلطه التامه وقال التلاميذ كل شيء وانت كيم زون باش نسوق التلاميذ هنا اكثر من 100 تلميذ قد قال لي استاذ شي كنزل استاذ ما وسط عن شي ديوان وانا وياك استاذ عن شي حدو واش بغا شي التلاميذ اكثر يقع عند خاصه يمد راسو تي شي قاع اقوا شي ديك الطلبه مش حاجه قومي الطلب واش نفهم روغا اش تقبلي شكون شي جندي يعني والو لا والو شي نسيدان شي نسيدان غا شي نسيدان نجي نبرا تاوي انا ديما المغانغا تجي هذا الاستاذ تاعو نجي نجي تاعو نصور تقاتل انتما الروافه ديما اللور ورموني قارك حد خدمة اي سي شي نخسر خدمة سي شان تسحى الخدمة دوتو فيني اني مقرار روحني وطردن شكم نا اي طردنا الناس ونا حنا عقبان غاو الحقوق المغربية لا وذاك شن دجي الانسانية قاع نطرح ذيها رئيس المصلحة ويتصارفان وغينة النائب يتصارفان كل شو رديش ما ذاكش الانسانية كيني قيمة ذاني ويشر وقت هذا يحل المشكل نصي ميغان راح ضايعين يقاك راح تعطى غاد كيب خيف يتكمرت السنين يتكمرت السنين هذه المستوى ذين كيب خيف يحتين الطلبك ما وصلش تكمر اي العام غاينا قادر خصها خصنا خصنا العام يكمل بخيفي يقارك يقارك واش مجد غاينا ضم مدرسه عموميه يقارك خصها تكمل السن انا هنا طلاب يضاين تكمل مرخصه تاع عطغال كيب خيفي مي غافوش نعاش ميز غادي كيب خيفي هنا الحياتين وتكمل تا كنا تمشي هنا تروح نبدا زي شان تسعه زي شان تسعه زي واحد زي تسعه ما يكونش المدير سبب ما يكونش المدير زي واحد زي تسعه شنو كاين الاستاذ نخدي راسه والو داكم ما يتسناش شي و زعما راه الناس شو ورا ميازي المطار حقوق الاساتذه والو زعما الناس حقوق النوق يعني للاضافه للاستاذ اللي ضنا غير شي بانه الريفيين سقط عليهم العالم بين هو المجتمع المدني الريفي بين هي المسؤولين داك الريفيين سقط عنهم العالم سقط عليهم العالم داخل الريفيين اللي معاشين الريفيين قالوا مين تعنا الاستاذ دائما صوره فرنسيه الاعدادي مش اول حصه غير كيس دوري قدك شويه مية وكذا يسوس قروس كي غوا وش يحط آخر وافا نبدأ نوصل